فرط الحركة ده ممكن نفسره مثلا ان هو طفل شقي، يعني دي شقاوة مثلا، ولا هو فرط الحركة بتكون ايه اسبابها؟ شوفي، احنا المفروض عشان نكون بنفكر بطريقة علمية، احنا عندنا 3 مستويات من الحركة للأطفال. الطفل الهادي الزيادة عن اللازم ده الناس ما تفرحش بيه قوي، عشان برضو نقول لينا واللي علينا. الطفل اللي هو الهادي اللي ساكت ده ما نفرحش ونقول الله ده هادي، ده ساكت، ده جميل. لا خالص، بالعكس، المفروض الطفل اللي يبقى بيتصرف تصرفات غير طبيعية بهدوء غير عادي، ده لازم فورا اروح بيه للدكتور المختص. تمام. المستوى الثاني وهو مستوى بقى الشقاوة اللي حضرتك بتقولي عليها دي، اللي هي الكلمة الدارجة بالنسبة لنا، انه حد بيتحرك كتير، حد بيتشاقى شوية، برضو ده العادي بالنسبة لي، مفيش أي مشكلة خالص. لأن الطبيعي يا جماعة، احنا بالبلدي حتى بنقول ده عيل، يعني احنا ليه دايما بناخد الطريق في حتة تانية، نخاف بيه ونخوف أولادنا نتيجة المصطلحات العلمية الكتير اللي بقت منتشرة على الفيسبوك دلوقتي. طبيعي انه يكون بيتحرك، طبيعي انه يكون بيلعب، طبيعي انه يكون بيتشاقى، كل ده مفيش فيه أي مشكلة خالص. أمال المشكلة اللي بنتكلم فيها دلوقتي تيجي منين، واللي هي اللي بترقى بقى إلى مستوى فرط الحركة؟ ان يكون الموضوع بشكل اوفر، ان يكون الطفل ده ما بيقعدش فعلا حرفيا، ان يكون الطفل ده بيتململ من اقل حاجه ممكن تكون روتينيه اثناء اليوم، ان نكون احنا قاعدين على طاوله الطعام مثلا، ان كانت سفره او اي ترابيزه بناكل عليها، واتفاجئ ان هو حتى اثناء الاكل قايم وبيقعد على الكرسي، وبيقعد يعني بيقعد على ركبه فوق الكرسي، او بيلف حوالين الكرسي اللي هو بياكل عليه. ده دي بقى حاجه كده مش طبيعيه. لما يتقال مثلا في الكلاس بتاعه من خلال المدرسه ان هو برده ما بيقعدش على الشير بتاعه بشكل ملتزم، ان هو بيتحرك كتير، ان هو بيلف كتير، ان هو بيبص في اي اتجاه تاني غير انه يكون عنده تواصل بصري بشكل كافي مع المدرسه، لا ده كده بقى الموضوع دخل في حته تانيه. لما تكون الشقاوه تصل الى حد الايذاء سواء للنفس او للغير، لا ده كده مش طبيعي. تمام. فعشان نقدر ان احنا نفرق، هو لا المفروض ان الطفل يبقى شقاوته شقاوه اب نورمال تصل الى حد انه يبقى مش طبيعي، ان هو على طول واقف، على طول بيتحرك، على طول ملل من كل حاجه حواليه، ولا برضه طبيعي ابدا ان هو يفضل قاعد على طول وما بيتحركش وحركته هاديه زياده عن اللازم. يعني خلينا دايما في الايه، الوسط ما بين الاثنين، ده الطبيعي بالنسبه لي.